السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة مايو 8، 8 مايو 2020، وأتمنى أن تكونوا جميعا أحوالكم طيبة، والأماكن اللي انتوا فيها ظروفها طيبة، وما تكونوش اللي لسه تحت الحجر وكده، ما يكونوش يعني بيعانوا بدرجة شديدة من هذا الأمر. النهاردة التقرير بتاع النهاردة هنتكلم عن الأحوال في العالم كله، وبسرعة كده نتكلم عن مصر وبقية الدول العربية بسرعة يعني. وفي برضو لقاح احتمال يطلع في قريب، يعني هينتج في أمريكا قريب حسب إعلانات الكلام اللي قالوه، إن اللقاح هيبتدوا ينتجوا منه يجي مليار عبوة في مايو الجاي. خلينا نشوف الأخبار كده مع بعض. أول حاجة العدد اليومي النهاردة وصل إلى هذا الرقم، زي ما انتم شايفين كده داخلين على 4 مليون حالة. عدد الإصابات الإجمالي 3,932,000 وكسر، والوفيات 270,905، داخلين على 280,000. والحالات التي شفيت زي ما قلنا قبل كده دي تمثل حوالي تلت الحالات التي سجلت، الإصابات التي سجلت. حالات التي شفيت 1,348,000، والأكتف كيسز من هذه الحالات 2,312,000، 98% منهم حالات طفيفة و2% حالات حرجة. لو انتوا لاحظتوا التقارير السابقة كان الحالات الحرجة بتبقى من 5 إلى 6%، لكن دلوقتي الحالات الحرجة نزلت بدرجة كبيرة. ليه؟ لأن كثرة الاختبارات بتخلي المسؤولين أو المعنيين بالصحة بيكتشفوا الإصابات بدري وهي ما زالت في الحالة في ذات أعراض طفيفة مثلا، وبالتالي بتخضع للعلاج وبتخضع للرقابة الطبية والملاحظة الطبية، فما بيخشوش في المرحلة الحرجة. وبالتالي بالتبعية لما يكون الحالات الحرجة قليلة هتكون عدد الوفيات قليل، وده اللي هنشوفه فيما بعد في التقرير التالي لما نيجي نشوف إجمالي الوفيات أو الوفيات التي تسجل يوميا وفي العالم والعدد الإصابات التي تسجل يوميا. خلينا نشوف عدد الإصابات التي تسجل يوميا. التوتال كيسز ده كده هيدينا جدول ايه توتال ديلي نيو كيسز. التقرير ده زي ما انتم شايفين فيه خطوط عمودية دي تمثل العدد الذي يسجل يوميا، وفي خطوط وفي خط منحنى كده تقيل باللون الأسود التقيل ده يمثل المتوسط الأسبوعي. يعني مثلا عند هنا هتلاقي هنا ايه عشان نفهمه، المتوسط الأسبوعي 87,560، ده المتوسط بتاع الأسبوع كامل. لكن لو بصينا قلنا المتوسط الأسبوعي كام مثلا، هنا ده عدد الإصابات الإجمالي مثلا، نقول هنا 80,971 ده المتوسط الأسبوعي، لكن اليومي ممكن يوم 80,000 ممكن يوم 90,000 وهكذا. فالمتوسط الأسبوعي ياخد عدد الإصابات باليوم متساوية خلال الأسبوع. طبعا بيجمعوا عدد الإصابات في كل يوم ويقسموه على 7، في يوم فوق في يوم أقل شوية والمتوسط بتاعهم كذا. فإذا لو أنتوا شفتوا كده أقصى حاجة وصل لها المتوسط الأسبوعي كان 82,811 إصابة. ما ظنش ان احنا وصلنا لهذا العدد مرة تاني، بدأنا كده الوضع ايه اهو ينباطح. اسمه تسطيح المنحنى flattening of the curve. فتلاقي كده دايما هو 82,000 وكسر، ما فيش ما وصلناش ما تجاوزناش العدد اللي احنا يبقى هو ده في على مستوى العالم كله، يمكن ده الذروة بالنسبة لمستوى العالم كله. فمتوقعين ده ينزل برضو فيما بعد، ده إلا إذا حصل في الدول بقى الأفريقية والدول
اللي نظامها الصحي متواضع، إلا إذا حصل بقى يعني نوبات من ارتفاع المرض عندهم، ده هيغير الوضع شوية. لكن لو العالم كله ماشي متناسق مع بعضه كانت الأمور إن شاء الله تبقى إيه بهذه الصورة. دي الكيرفات كلها اللي بتشرح الحالات. هنا التوتال ديس في العالم، عدد الوفيات في العالم توتال ديس. برضو ليها كيرف، ملهاش كيرف، ليها كيرف اهي برضو نفس الحكاية. بيشرح لك الحالات، عدد الحالات كل يوم اللي كانت بتسجل في اليوم، والكيرف. الكيرف واضح انه ايه طلع للحد الاقصى، طلع للحد، واضح انه طلع للحد الاقصى بتاعه وبعدين ايه بينزل تدريجيا زي ما انتم شايفين كده الكيرف. ده بالنسبة لوضع العالم ككل. نيجي للدول واحدة واحدة، هنلاقي ان ما زالت طبعا زي ما قلت بقول ما زال الوضع ما اتغيرش كتير بالنسبة لترتيب الدول من ناحية عدد الإصابات. يمكن في حاجة تغيرات بس ان روسيا بدأت تتقدم لفوق عدد الإصابات فيها، لكن أمريكا ما زالت هي أكتر دولة في عدد الإصابات وأكتر دولة في عدد الوفيات. يعني ليها أسبانيا في عدد الإصابات، إيطاليا، يونايتد كينجدم، جيت دلوقتي روسيا. روسيا، فرنسا وألمانيا أقل من روسيا حاليا، كانت الأول هم فوق روسيا في عدد الإصابات. وبعد كده نتحرك تحت على الدول العربية، السعودية. السعودية الوضع فيها عدد إصابات كتيرة جدا، وده يمكن نتيجة كثافة عمل الاختبارات. السعودية عاملة كمية هائلة من الاختبارات، عدد كبير جدا من الاختبارات معمول في السعودية. خلينا نشوف كده عاملين كم اختبار يا رب. ايوه داخلين على النص مليون اختبار، حوالي نص مليون اختبار اتعملوا في السعودية. عشان كده بتلاقي حالات اتسجلت اصابات كتيرة جدا، والدليل ان الحالات دي نتيجة الاختبارات ان الوفيات قليلة 219، معناها ان هم بيشوفوا الحالات بدري بدري وبيقدروا يتصرفوا معاها من ناحية الطبية، وبالتالي بتقل عدد الوفيات. بعد السعودية في عندنا ما زال في الترتيب بتاعنا قطر. قطر برضو نشوف الوفيات عندها 12، الوفيات عند قطر 12 حالة وفاة، نسبة برضو ضعيفة جدا جدا الحمد لله. والفحوص في قطر و 116 ألف فحص، 116,500 تقريبا فحص، ودي طبعا برضو نسبة كبيرة قوي قوي من الفحوصات بالنسبة لدولة صغيرة زي قطر. نعم ده اتكلمت انا عن قطر. بعدين عندنا الامارات. الامارات دي اللي معديه مليون فحص تقريبا، عندها برضو عدد الوفيات قليله جدا جدا، والحالات فيها 16,240. لو جينا كده نشوف عندها مليون و200 الف فحص، 200 مليون و200 الف فحص، وعشان كده برضو ده يفسر ان الحالات التي تتوفى نسبتها قليله قوي. بعد كده هنلاقي في الدول العربية مصر. مصر وهنتكلم عن مصر شوية بالتفصيل. مصر فيها 7,981 حالة. الوضع في مصر بالنسبة للفحوصات 90,000 فحص، 90,000 فحص. ما زال الفحوصات في مصر برضو يعني الوضع مش يعني ما غطوش كمية كبيرة. المفروض مصر إن شاء الله خطوة خطوة توصل لمليون فحص، ده المتوقع يعني. على كل حال الدول اللي زي كده مصر وما إلى ومثلا الفلبين هنا بيقال إن هم بيشتروا الوقت، يعني ما بيضغطوش أو في الفحوصات عشان ما يحاولوش يكتشفوا حالات كتيرة، إصابات كتيرة، وبالتالي كل ده يمثل عبء جديد على النظام الصحي. فخطوة خطوة لما يستعدوا تيجي إمكانيات، يستوردوا إمكانيات والنظام الصحي يقدر يتهيأ، وفي نفس الوقت بيعالجوا الحالات اللي تقع تحت إيديهم. فمصر في هذه الصورة، والدول التانية
الكويت ما شاء الله هي وضعها برضو مستقر، والمغرب والجزائر كل دول وضعهم مستقر، والدول التانية كلها لا خوف عليهم وضعهم ممتاز جدا جدا. نيجي نشوف مصر بالتفصيل من ناحية عدد الحالات اليومية، يا ترى التوتال كيسز ديت اللي هي بتتسجل كل يوم، مازال مصر ما وصلوش للذروة، لأن كل يوم في زي ما شايفين الكيرف التقيل الأسمر صاعد، الكيرف بيصعد إلى فوق، الكيرف عمال يصعد، بادئ من تحت عمال يصعد لفوق لفوق ماشي. فنتعشى من مصر توصل للذروة برضو في فترة قريبة. الإصابات اليومية في مصر كلها حوالي 300 وشوية، بقالهم عدة أيام. ده بالنسبة لعدد الإصابات اليومي الذي يسجل في مصر. هو صحيح مصر يعني الأمور فيها مش منضبطة قوي حسب ما بشوف على السوشيال ميديا وعلى الأخبار، بس دي بصراحة مش مشكلة الحكومة لوحدها، دي مشكلة المواطنين. أنا مصري طبعا، وأحب أقول إن كتير من المصريين عندهم نوع من الاستهتار ولا مبالاة، وده طبعا ليه أسباب بصراحة. يعني أنت تلاقي الإنسان اللي عايش مرتاح بصفة عامة، الإنسان اللي عايش مرتاح ونفسيته مرتاحة بيبقى أكثر حرصا. لكن يعني أنا بشوف ناس يعني أو بسمع من ناس مصريين يقول لك يا عم يعني كده كده ميتين، يعني أسلوب، وده نتيجة الظروف الصعبة شوية اللي في مصر بصراحة، ربنا يعين. بالنسبة للوفيات في مصر، يمكن سجل الوفيات بيتحسن زي ما انتم شايفين اهو، الكيرف ده يعني ده شيء مباشر. شفتوا الكيرف هنا كان وصل إلى المتوسط الأسبوعي كان 15 أو 16، وبعدين بدأ ينزل 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 لحد ما وصل أخيرا إلى حوالي بس بيسجله 12 حالة وفاة المتوسط الأسبوعي. ده الوضع في مصر. نتعشم إن مصر وكل الدول العربية أمورها تبقى طيبة، وكل دول العالم إن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى إن أمورها تتحسن. وبعد مصر هنلاقي في نشوف كده ده الملخص بتاع الحالات في مصر، الملخص بتاع الحالات في مصر زي ما حضراتكم شايفين كده. الحالات الجديدة أول رقم 393، ده اللي متسجل مش يمكن امبارح، والإجمالي عدد المصابين التقرير ده، الصورة دي معلش دي بتاعت امبارح تقريبا فمش مظبوطة قوي. خلينا نتكلم عن حاجة تانية وهي الفاكسين. الفاكسين عاجل انتاج الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الأمريكي في يوليو القادم، يعني شهر 7. والله خبر جيد جدا جدا، والتفاصيل بتاعته اللقاح طبعا انتوا عم في 70 شركة شغالة على اللقاح، فده يبشر بالأمل الكبير يعني. بس أكتر جهات مبشرة بأنهم يعملوا لقاح بسرعة أمريكا وبريطانيا. أمريكا هي أعلنت أنه في يوليو، وبريطانيا كانوا أعلنوا أكسفورد، جامعة أكسفورد اللي شغال على اللقاح، إن هم هيكونوا في شهر أغسطس 8 هيعتمد في شهر 8. بس أمريكا يعني أكتر يعني حسب كلامهم هيبقى بدري بدري مايو، ده بيقولوا في مايو بس الشركة هتنتج حوالي مليار. بدأوا يعملوا المرحلة الثانية من التجارب على السريرية يعني على البشر على المصابين، المرحلة دي ممكن تاخد شهر أو شهرين، وبعد كده بيقول لك هيكون في خلال يوليو في حوالي مليار فاكسين. مليار فاكسين ده يعني معناها، وهم بيعلنوا بيقول لك هيبعتوا الفاكسين ده لكل لمختلف دول العالم، لأن مليار فاكسين ده أمريكا كلها ما فيهاش يعني مش هياخدوا تلت الكمية. وبكده نكون خلصنا التقرير بتاع النهاردة. أتمنى لكم جميعا السلامة،
وأشوفكم بكل خير في تقرير قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.